حضرتك قلت لي انها كانت بتتعامل مع الشهرة على انها شيء عادي، انا يهمني جدا. ابني. يعني انا فاكر مره هي جت في الايام الاخرانيه، كنت دايما اروح ازورها كل يوم في البيت عندها، وهي كانت قاعده مع اخويا اللي الاكبر مني، فلقيتها تعبانه وما فيش حد معاها في البيت يعني، فنزلت من البيت عندها ورحت الاجزخانه، سبت العربيه بتاعتي قدام البيت، لان الاجزخانه كانت يعني تبعد عن البيت بحوالي مثلا 40 متر كده ولا حاجه، مشيتها. وكان بالليل يعني، فدخلت الاجزخانه طلبت كل الادويه اللي هي بتستعملها، عقبال ما الراجل حضر لي الادويه كانت الزحمه على الاجزخانه كبيره جدا، عمال احمد بولي عمال احمد بولي عمال احمد بولي، وحتى كسروا الازاز بتاع الراجل الاجزاجي. فالراجل الاجزاجي وانا مش عارف اخرج بقى، ومش عارف اروح ازاي في من الزعمه، الناس اتلمت هيمشوا بقى يعملوا لي زفه في الشارع. فالراجل اتصل باسم الظاهر، هي كانت ساكنه في السكاكين، باسم الظاهر، وقال لهم فلاني فلاني عندي ومش عارف يخرج وعاوز يروح وبتاع، فبعتوا عربيه من الاسم، ركبت انا من عربيه الاسم، وقلت للسواق يعني لف علشان ما حدش يعرف البيت اللي انا رايحه فين. وفعلا رحت، بس كنت اتاخرت بقى عليها. فاول ما رحت قالت لي انت كنت فين يا ابني؟ ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ قلت لها الناس وانا في الاجزخانه اتلموا عليا. قالت لي اتلموا عليك ليه؟ بس. هي حاسه ان انت ابنها برضو ولا حاجه. هي مش معترفه بهذه الشهره يعني. هي فاكره ان ابنها سرق سريقه ولا الست دي امي.